الخيرات والنعيم على كل المتابعين الكرام. قبل ما نبدأ نشكر كل المشتركين الجدد والمشتركين القدامى اللي اشتركوا في قناتي، ونشكرهم على الثقة التي وضعونها في هذه القناة وفي المعلومات التي أقدمها على النباتات المنزلية. أول حاجة راح نبدأ بها هي أولا بديت ننزل في النباتات التي كانت موجودة في سطح المنزل. كما تعرفوا درجات الحرارة الآن جد مرتفعة. هذه نبتة صبار قلم الرصاص على ما أظن. بديت ننزل فيهم، هادو أنواع من الألو. لاحظوا احمرار الأوراق بسبب الشمس المباشرة اللي يتلقاها النبات في سطح المنزل. بديت وحبيت نحطهم في هذه المنطقة، هذه مجموعة من الصباريات الشوكية، لأنه هذه أرض الحديقة. أنا في هذه المنطقة بدأت تلقى الشمس مباشرة، يعني لبضع ساعات في النهار، لا بأس من الوقت من 11:30 صباحا إلى غاية 4 مساء، وهذه الشمس هي اللي تحتاجها نباتات العصارية والصبارية كذلك. قمت بوضعها هنا مؤقتا، ريتما يعني أقوم بإعادة تغيير موضع النباتات على حسب درجات الحرارة التي نتلقاها في فصل الصيف. كذلك قمت بوضع هنا نبتة من العصاريات، وهي الكريبتوبيتاليوم. هنايا تتلقى شمس مغربلة، يعني ان شاء الله تكون ما تشوهش المظهر ديالها بسبب قلة الاضاءة. كذلك بديت نوضع في النباتات في هذا حامل النباتات، وهذه المنطقة تكلمت عليها سابقا لانها تتلقى الشمس فقط مغربلة. لاحظوا النبتة الآن فقط لاحظت دبولها، سوف أقوم بسقايتها. قلنا هذه المنطقة لا تتلقى الشمس المباشرة، الشمس فقط مغربلة في الظهيرة، والأجواء تكون مظللة شبه تامة. لذلك يعني هذه المكان أو حامل النباتات لم أجد له مكان مناسب في أرض الحديقة، والنباتات التي أضعها هنا كلها يتشوه شكلها الطبيعي بسبب قلة الإضاءة، تستطيل بشكل غير جميل ويذهب الشكل ديالها الجميل. هنايا نوع من أنواع الكراسولا، الاسم العلمي سوف أضعه على يسار الشاشة إن تذكرته. هذه هي. لكن تنزيل النباتات توقفت ولم أقم بتنزيل نباتات كلية بسبب زائر مؤقت جاي زورنا في أرض الحديقة لبضعة أيام. لذلك لم أستطع تنزيل النباتات، لأنه قمت بإعادة تغيير موضع النباتات وكدستها مع بعضها البعض لهذه المدة المؤقتة. وصرت فوضى في الحديقة، ريتما يذهب عنا الزائر الجديد. لاحظوا نبتة السجاد، هذه مزروعة شتلة واحدة في أرض الحديقة، لكن لاحظوا الكثافة ديالها والألوان، يعني تتلقى الضوء ساطع فقط بعيد عن الشمس المباشرة. هذو النباتات قمت بجلبهم هنا وكدستهم هنا لفترة معينة. هذو أنواع السجاد أو الأصول السجاد الموجودة عندي التي كانت في الجهة المقابلة. هنايا أنواع التراديسكانتيا، البيغونيا، سبايدر بلانت، يعني الأنواع الموجودة هذه النباتات كانت معلقة بسبب هذا الزائر المؤقت كبش العيد، لأنه الكبش الأب ديالي يقوم بوضعه في هذه المنطقة. وهذه المنطقة كانت الأصص معلقة في الجدران، وكانت النباتات من هذه الجهة، قمت بتكديسها كلية ونزعت النباتات التي كانت معلقة في الجدار، لأنه بدأ يأكل النباتات. تلاحظوا هذا الاستيس الفارغ التهم جميع النبتة الموجودة فيه، وفيه أضرار بسيطة للنباتات الأخرى. لذلك نتوقف عن تنزيل النباتات، ونقوم مدامها جات الفرصة سوف أقوم بإعادة تأسيس نبات العنكبوت أو نبات السبايدر بلانت، يعني رغم الأضرار الموجودة فيه. يعني هو يعني أهملته كثيرا لأنه لم أقوم بسقايته، أعلم أنه يتحمل العطش لذلك أهملته، لكن فوق ما الإهمال هذاك زدت عاودت أهملته بصفة كبيرة. لذلك تلاحظوا عليه أنه دابل، الألوان ديالو شحبة. والآن حان الوقت إعادة تغيير الأصص وإعادة تغيير التربة كذلك.
نبات الكلوروفيتوم او نبات السبايدر، يعني عنده تقريبا 3 سنوات وهو مزروع في هذا الحوض، ولم اقم بتغيير تربته. نقوم الان بتغيير التربه، ننزع الاحواض هذه، هذا السلك هو سلك التعليق لكي اقوم بتعليقه في الجدار. هنقوم بتقطيع الحوض لانه مستحيل يتحرر تلقائيا. نقوم بقطع الاسيس واعاده التاسيس. نبته الكلوروفيتوم او نبات العنكبوت هي نبته استوائيه من موطنها الاصلي جنوب افريقيا، وبالتالي كلما نقولوا نبته استوائيه يعني يجي في بالنا ان النبته محبه لدرجات الحراره المعتدله، الرطوبه المعتدله والمتوسطه، يعني النبتة تحتاج إلى الظروف العادية لنموها. كما تلاحظوا النبتة هنا يا جذور النبتة، كما تلاحظوا جذورها يعني كثيفة. نقوم بتحرير بعض الجذور أو ننزع التربة المحيطة الخارجية بالنبات ونحررها من الأسفل لكي الجذور هذه تتموضع في التربة الجديدة بشكل أسرع. نبتة الكلوروفيتوم هي نبتة لا تحب السقي على فترات متقاربة لأن جذورها تحتوي على درنات. النبتة عندما تكون صغيرة الجذور تكون يعني جذور يعني عادية، لكن مع مرور الوقت نلاحظ تشكل درنات داخل الجذور. هذه الدرنات هي التي تحتفظ بالماء لتستفيد منها النبتة يعني في الأيام التي تكون بحاجة إلى الماء. كما تلاحظون نزعت التربة، يعني هذه التربة أكيد فقيرة إنها 3 سنوات والنبتة مزروعة فيها، ولا أقوم كذلك بتسميدها، يعني نصارحكم لا أقوم بتسميدها. نادرا ما أضع السماد العضوي في فصل الشتاء، ربما تقريبا عامين أو يعني لم أتذكر متى وضعت السماد العضوي. هنا حضرت نوعين من الأصص، الأصيص الأول بدالي أنه صغير على النبتة ففضلت هذا الأصيص الأكثر يعني كبير مقارنة بالأول. نقوم بوضع التربة هنا، بما أنه النبتة نبتة خارجية لذلك سأضع التربة يعني التربة الطبيعية إضافة إلى بعض الرمل وبعض السماد العضوي الحيواني، يعني تكون تربة مصرفة وخفيفة على الجذور. أكيد نقوم بتنقية التربة النبتة عفوا، ويعني لاحظت أن الجذور النبتة دابلة، أحيانا لاحظتها متعفنة، يعني قمت بتنقية ما يمكن تنقيته ونعاود تأسيسها في تربة جيدة التصريف وغنية كذلك بالمواد العضوية. نبتة الكلوروفيتوم قلنا هي نبتة منقية للجو، يعني تنصح بها وكالة نازا من النباتات المنقية للجو، من النباتات المنقية للملوثات، يعني نضعها في المنازل، هي أصلا نبتة داخلية وتنقي لنا الهواء من الملوثات الموجودة تاع دخان المركبات أو كذلك الملوثات التي تنتج من خلال الدهان الموجود على الجدران. النبتة هذه هي تقدر تكون نبتة داخلية وتتأقلم كثيرا مع البيوت ذات الضوء الساطع، ولكن تتأقلم كذلك مع الضوء الضعيف. نقوم هنا بإعادة تأسيس كل النباتات الكلوروفيتوم الموجودة عندي، ثم نلتقي بعد قليل. أحيانا نلاحظ جفاف على أطراف نبات الكلوروفيتوم، وذلك بسبب جفاف الجو
أو الرطوبة المنخفضة، خاصة في المناطق الداخلية أو المناطق الصحراوية. نبات الكلوروفيتوم بالنسبة لي هو نبات خارجي أضعه هنا في أرض الحديقة، لكن نتجنب أشعة الشمس المباشرة. لكن إن كنت تعيش في المناطق الداخلية والمناطق الصحراوية، حتى وإن وضعته في مكان ظليل، فالأجواء الحارة أو الجو الجاف يقوم بإحراق أو احتراق أطراف النباتات، يعني تلاحظ عليه أوراق أو اللون البني الجاف. لذلك يفضل النبتة تكون داخلية بالنسبة للمنطقة التي تعيش فيها. كذلك لكي نتجنب هذه الظاهرة أو نقلل منها، نقوم برش النبتة إن استطعت يوميا برداد الماء، أو توفير جهاز الرطوبة إن كان ممكنا. أكيد ننظف الأوراق بشكل دوري، يعني نقوم بغسل النبتة بشكل دوري خاصة في فصل الصيف لجمالها، يعني تبقى جميلة، الأوراق نظيفة، وكذلك للحصول على الرطوبة من الماء الموجود على أوراقها. هذه النبتة قمت بنزع التربة كلية، لأني لاحظت جذورها جد متضررة، كاين جذور ميتة، كاين جذور يعني دابلة متعفنة. لذلك قمت بنزع كل التربة وتنقية جذورها وإعادة تأسيسها يعني من جديد. نقوم بوضع أكيد التربة اللي هضرنا عليها، نقوم بإعادة الغرس عادي، تكاثر بالخلفات، لأنه النبتة يعني نبتة الكلوروفيتوم يعني موجودة في أي بيت يعني منذ القدم، يعني كان جداتنا وحنا نلاحظوا هذه النبتة يعني موجودة في كل بيت. التكاثر يقوم بإعادة تغرس النموات الجديدة التي تظهر على الساق، يعني نموات جديدة تنمو في أطراف النباتات. نقوم بوضعها في الماء تتجدر، ريثما يعني ينتج الجدر بشكل واضح، ونقوم بغرسه مستقلا عن في حوض جديد أو عن طريق البذور التي تنتج بعد جفاف الأزهار، لأن هذه النبتة هي نبتة مزهرة تعطيني أزهار في نهاية الصيف أو في بداية شهر سبتمبر، أوراق بس أزهار بيضاء بسيطة صغيرة، وتتكون البذور هي عبارة عن حبات صغيرة سوداء، نقوم بزراعتها. أكيد سوف ننتظر مدة طويلة لظهور الشتلات عن طريق البذور. التسميد يعني صراحة التسميد، أنا لا أقوم بتسميد النباتات ليس الخارجية، وإنما النباتات سهلة العناية، نباتات التي ألاحظ عليها النمو بكثافة، النمو يعني مزدهرة في النمو ولا تحتاج تسميد، لا أقوم بتسميدها مطلقا. هذه هي في الأخير النباتات التي قمت بإعادة تغيير التربة وإعادة التأسيس، قمت بالسقي بغزارة حتى خروج المياه من ثقوب الأصوص، وننتظر مدة ثم أقوم بإعادتهم إلى مكانهم الأصلي. إن شاء الله يكون هذا الفيديو خفيف واستفدتوا منه ولو معلومات بسيطة عن نبات العنكبوت. نتلقى إن شاء الله في فيديوهات أخرى بحول الله، وسلام.